فقرتنا الأخيرة لليوم رح نروح فيها بعالم الفن السوري. فمع إيقاع الحياة، مجموعة من الشباب نفذوا أعمال نحتية فنية رائعة من الإسمنت على جدار وزارة التربية، تبدأ ببناء العمل من الأسلاك وبقايا الحديد، ثم ينتهي العمل بجمالية فنية رائعة. لحتى نحكي عن هالعمل ولحتى نحكي مين هن الشباب يلي نفذوها وقد صار لهم وقت وكيف العالم تقبلوا يمكن او حبوا هاي الفكرة، بدنا نحكي اكثر مع بلقيس خنسة، خريجة كلية الفنون قسم النحت. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. حضرتك من اعضاء فريق إيقاع الحياة، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اول شيء خبرينا شوي عن الفريق تبعكم إيقاع الحياة، كيف بلشتوا بهذا الفريق واتجهتوا نحو اعمال الجداريات؟ خبرينا عن هاي الاعمال. هلا فريق إيقاع الحياة هو فريق انشاه الاستاذ موفق مخول، فنان تشكيلي، وجمع تقريبا من كل بستان زهره يعني عفوا من كل الأقسام، من كل الأقسام، من كل يعني كل حدا مميز هو كونه موجه التربية الفنية، فدائما على اطلاع يعني بالكوادر الفنية، فجمعهم وفريقنا متكامل يعني كل حدا اختصاص، كل حدا بيشتغل شيء معين يعني مثل ما قلت لك من كل بستان زهرة يعني. خلينا نحكي أكثر يعني لما الفكرة بلشت إنه نعمل نحن جدارية، كيف بلشت الفكرة؟ مين حط الأفكار إنها هي تتلائم مع المكان، تتلائم مع المنطقة، تتلائم حتى على عيون الناس؟ هلأ هي هي الجدارية مو أول جدارية يعني جداريات منتشرة بأنحاء دمشق يعني، والفضل للأستاذ موفق، هي الجدارية التاسعة يعني. جدارية بعنوان العودة للمدرسة يعني بعد انقطاعات متكررة متتالية للطلاب بسبب الظروف والحرب اللي صارت على البلد، انقطع يعني عدد أو أعداد من الطلاب عن الدراسة، فهي دعوة للعودة للعلم للمعرفة لتحصيل الدراسة مشان نحبب الطالب بالمدرسة، ما عاد يخاف يروح على المدرسة. بتصير حالة انه فعلا في العديد من الجداريات ومنهم على مزق اوتوستراد يلي بلشنا فيها ودخلنا جدارية نهلة زيدان. نعم هي تمام. المدرسة يمكن دخلت بموسوعة جنس لأكبر جدارية من الشغل بقايا البيئة، بقايا البيئة، البيئة صح، هي كانت يعني توالف البيئة يعني اللي هي للكب يعني استفدنا منها ووظفناها بطريقة جمالية الحب جدا والجمال. تماما الجدارية هلا هي الحالية اللي نحن هلا عم ننفذها بوزارة التربية على جدار وزارة التربية، هي فيها بقايا بيئة بس هي تميزت بالروليفات اللي موجودة عليها بالمنحوتات الأعمال النحتية، يعني تميزت عن اللي باقي الجداريات كلهم بالأعمال النحتية اللي موجودة حاليا. فعلا يمكن كنا أول مرة لي عم نشوف بهي الجدارية إنه في شيء ظاهر، أعمال نحتية مجسمات ظاهرة عكس ما كنا نشوف الألوان بباقي الجداريات بشكل أكثر. طبعا يعني نحن جسمنا، حاولنا يعني نفر الأعمال لبرا يعني تصير أوضح، يعني تكون شوي يعني مميزة يعني. هي الجدارية التاسعة ونحتية أكثر كانت، نحتية أكثر يعني إيه فنية أكثر يعني اختصاصك أكثر، اختصاصي أكثر. تماما. خلينا بما إنه عم نشوف الصور وهيك، خلينا شوي ننتقل لعندك ونحكي يمكن عن اختصاصك، عن المنحوتات يلي بتحبي تقدميها أكثر، عن الخط يلي ماشية فيه. هلا أنا تخرجت من كلية الفنون الجميلة قسم النحت بال 2007، كان لي شوية مشاركات خجولة يعني كنت خريجة جديدة، فشاركت بمعارض المنحوت الصغيرة بصالة الإشلة، شاركت بمعارض الشباب، شاركت بملتقى نحت عالمي يعني وقت صار بال 2007 كمساعدة نحات، ما كنت نحاتة، كنت مساعدة نحات، ف يعني مشان الخبرة بس. بعدين تفرغت للتدريس لصالح وزارة التربية لمادة الرسم والزخرفة لمدة 10 سنوات تقريبا، وهلأ حاليا أنا مدرسة بمركز ممتاز البحرة أنسة رسم، مدربة للطلاب المتقدمين لدورات للقبول. الفنون الجميلة، القبول للفنون الجميلة والهندسة المعمارية. بس هلأ
نحن تفرغنا حاليا لجدارية وزارة التربية بالفترة الانقطاع. طبعا انا بعتبرها فترة انقطاع، يعني هي فترة اللي تفرغت فيها للتدريس، يعني مو بسبب التدريس طبعا الانقطاع، انا عندي ولدين صغار فتفرغت كمان شوي لبيتي. ممكن هن لهم دور كثير كبير بانه انا رجعت، يعني انحت اجى على بالي اعمل لهم بورتريهات، يعني هلا بنشوف صورهم، بورتريهات باحجامهم باشكالهم الطبيعيه. فتحمست طبعا، الفضل بيرجع كمان الاستاذ موفق لما شاف البورتريهات، فهو مثل ما قلت لك لما بيشوف شيء مميز تماما. لا لا، هدول على جدارية وزارة التربية. البورتريهات اشكال اطفالي يعني. هلا بعد شوي بيطلعوا. هلا بيطلعوا. طيب، وبعد هذا الشيء ناويه انك انت تستمري بموضوع النحت؟ طبعا، يعني حسيتي انه هي العوده بتدفعك لانك طبعا. هلا انا لما عملت البورتريهات صار عندي حماس، لما اشتغلت على الجدارية طبعا. الجدارية يعني هي فعالية كثير جميلة بتخدم الفنان، لأنه مو كل فنان عنده مكان للنحت، يعني النحت تحديدا بده مكان، إن كان بالحجر أو بالخشب أو بالطين أو بالجبصين، يعني هو يعني بده يكون في حيز يعني معين لإله. فهي الجدارية فعالية بتخليكي تاخدي، يا تعطيكي مساحة تشتغلي. طبعا يعني لما اشتغلنا عليها كان في خوف. جدارية وزارة التربية أول جدارية لإلي أنا من فريق إيقاع الحياة، يعني هي صحيح هي التاسعة بس أنا بالنسبة لإلي هي الأولى. فكان فيها خوف، وخصوصا انك عم تشتغلي بالشارع يعني قدام المتلقي مباشره، يعني الانتقاد دغري يعني حيجي، بس نفسه هذا اللي انت خايفه منه نفسه هو اللي بيشجعك، بيدعمك لما بيجي بيمرق الناس الطبيعيين العاديين بالشارع وبيمتدحوا شغلك وبيأسنوا عليه وبيعجبهم، فانت بصير عندك طاقه ايجابيه كثير كبيره ورغبه بانه يطلع العمل يعني بأبهى صوره. والاستمراريه ايضا كمان بانه الواحد يستمر بهذا المجال. تماما. نعم، لكن يمكن شغل كثير حلو وجداريات بترفع الراس عن جد، وحلوه كثير عم تكون تزين الشوارع. ايه طبعا، يعني هلا اكيد هذا المشروع يمكن مو بس لازم بالشام، لازم كمان بباقي نحن في فكره يعني ايه هلا يعني انه عم يفكروا بانه يطلعوا كمان على باقي المحافظات، يعني نوسع قد ما فينا، يعني نجمل بلدنا، يعني كل واحد من مكانه، ان كان فنان ان كان طبيب ان كان اي شيء، كل حدا في يخدم الوطن بشيء يعني ما يقصر، خاصه الناس مختصه بهذا الشيء. تماما، هو عمل تجميلي مو تشويهي بمثل ما صار ببعض الاحياء هلا يعني بسوريا بشكل عام. تماما، هلا هي المقارنات انا ما كثير بحب فوت فيها، مو على مقارنات، عم نحكي على ابراز الفن من تماماً. خلال النحت، من خلال الحمد لله يعني انت هذا اللي استثمار المخلفات هذا بشكل جمالي، يعني هذا الشيء بخليكي تنبسطي، يعني انه اخر شيء وقت انت انجزتي العمل انت بدك تستني تشوفي الشارع يعني شو رايه. فالحمد لله كله كان بشكل ايجابي وحبوا الفكره، ونحن عم ننجز العمل كانوا يجوا يتصوروا جنبنا ويتصوروا مع الاعمال، يعني كان في تكامل بين كل شيء كان موجود. الفريق كله متكامل، يعني الفريق انه فنان بينحت، فنان بيلون، فنان بزخرف ببقايا، على فكره لسه يعني موجوده بقايا البيئه، بقايا سيراميك، زجاج، حدا بيشتغل بالاسلاك، حدا يعني كلنا الحمد لله انه متكاملين يعني بنكمل بعض. تحيه لكل فريق ايقاع الحياه، نتمنى لكم يا رب التوفيق، نتمنى انكم فعلا تحققوا هي الجمعيه بكل المحافظات السوريه وتكون فعلا جداريات مميزه. شكرا كثير لك، نتمنى لك التوفيق يا رب. تسلمي لي. شكرا كثير لك ولكل الفريق، موفقين يا رب بجداريات قادمه جميله. شكرا كثير لك. شكرا لكم.